ملفنا الثاني نلتقي فيه السفير الروسي بالقاهرة جيورغي بوريسينكو، والحديث بالطبع عن ملفات العلاقات المصرية الروسية، عن التعاون الاقتصادي، الدعم العسكري، الضبعة النووية، عن عودة السياحة الروسية، عن التنسيق السياسي بينهما تجاه قضايا المنطقة العربية وقضايا الإقليم. إنما أعتقد أنه ربما يكون مفيدا لنا أن قبل أن نبدأ الحوار مع السفير الروسي بالقاهرة أن نستعرض قليلا من المعلومات عن العلاقات الدبلوماسية ما بين موسكو والقاهرة. فالعلاقات الروسية المصرية تعود إلى العام 1943 حين تبادل الطرفان البعثات الدبلوماسية، وتميزت كثيرا هذه العلاقات منذ ذلك التاريخ في مجالات عدة، في مجالات سياسية ومجالات اقتصادية. فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه يبلغ نحو 8 مليارات دولار. إذا أردنا الدقة، التبادل التجاري نتحدث عن 7.7 مليار دولار. أما المدن المصرية على البحر الأحمر فهي من أكثر مقاصد السائح الروسي في العالم، ورغم أنها تأثرت بسبب تعليقها لنحو 5 سنوات، فإن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر عام 2019 بلغ تقريبا 120 ألف شخص، وما زالت المباحثات جارية حتى اللحظة لعودة السياحة الروسية إلى ما كانت عليه. أما في مجالات الصناعة والطاقة فبرز الدور الروسي في المساعدة في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، ومنها 30 شركة صناعية في ستينيات القرن الماضي، على سبيل المثال السد العالي، مصنع الحديد والصلب في حلوان وغيرهما. واتفقت موسكو والقاهرة أيضا على إنشاء أضخم مشروع للطاقة في مصر، وهو مشروع الضبع النووي للطاقة الكهربائية في العام 2015، وتبلغ تكلفة هذا المشروع النووي 30 مليار دولار تقريبا، ويستهدف توليد 4000 ميجاوات. كما تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية في بورسعيد عام 2017 تستهدف استثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار. أما فيما يتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين، فروسيا أعلنت أن مصر حدثت ترسانتها العسكرية من السلاح الروسي، واستوردت بالفعل عشرات من طائرات الميج 29 ومنصات الدفاع الجوي. قوة العلاقات الروسية المصرية تعززت بالموقف الروسي الداعم لحماية الأمن القومي المصري من التحديات التي يتعرض لها، خصوصا موقف موسكو الداعم للقاهرة في أزمة سد النهضة، وخصوصا رفضها للموقف الإثيوبي المتعنت. هذه الأجواء من العلاقات المصرية الروسية ربما تعيد إلى الأذهان ما كانت عليه في 1970 قبيل حرب أكتوبر، وربما هذه العلاقات بعد ثورة 30 يونيو عادت إلى كثير مما كانت عليه. ضيفنا في مدار الغد السفير الروسي في القاهرة جيورغي بوريسينكو، هو مندوب روسيا في الجامعة العربية، المدير السابق لإدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية. أهلا بك معنا سعادة السفير. بداية، كيف تصنف لنا العلاقات الروسية المصرية حاليا؟ شكرا جزيلا، إنه من دواعي سروري أنا أتواصل معكم ومع قناتكم المميزة. في البداية أود أن أرحب أعرب عن تعازينا لشعب لبنان جراء الانفجار المأساوي، ونعبر عن تعاطفنا أيضا عن للشعب المصري نظير المصريين الذين سقطوا ضحية لهذا الانفجار. هناك العديد من أوجه الصداقة بين البلدين في الفترة الستينات وما بعد ذلك. نحن قدمنا الدعم من خلال خبراء سوفيتيين، وأيضا هناك تعاون اقتصادي متطور من
بشكل مستمر في مصر. نحن نتعاون عن قرب في المحافل الدولية، ومصر وروسيا وقعت على شراكة شاملة للتعاون. نحن شركاء استراتيجيون نتعاون سويا في إطار الأمم المتحدة وفي إطار المحافل الدولية المختلفة، وسوف نتمكن من تعزيز هذه العلاقات الثنائية، فهي تعود بالنفع على البلدين وعلى الشعبين. ما مدى الطموح الموجود لدى موسكو لتعزيز هذه العلاقات مع القاهرة يا سعادة السفير؟ بالتأكيد نحن لدينا مشروعات اقتصادية كبيرة مثل محطة الضبع، المحطة النووية الأولى في مصر. هذا المشروع لا يزال قيد التطوير، ونأمل خلال سنوات عدة سوف نتمكن من توليد الطاقة بما يعود للنفع على مصر وعلى الشعب المصري. لدينا مشروع آخر وهو المنطقة الصناعية الروسية في منطقة محور قناة السويس، وذلك سوف يكون محورا لتبادل التكنولوجيا الروسية، سوف يكون مصدرا لفرص عمل أكثر للشباب المصري. لدينا مشروعات مهمة أيضا. في يونيو روسيا سلمت الحصة الأولى من القطارات الروسية، وحتى عام 2023 سوف نسلم 1300 من هذه العربات لتطوير السكك الحديد المصري، ونأمل أن يستمتع المصريون بهذه القطارات الروسية. لكن يا سعادة السفير، أنت ذكرت مشروع الضبع، أنت ذكرت الأمر، يعني المشروع الضبع تم التوافق عليه في 2015، تم التوقيع على إنشائه في 2017، حتى اللحظة مرت 3 سنوات ليس لدينا سوى دراسات. هذا المشروع صعب للغاية كما تعرف. بناء وتشييد محطة نووية يتطلب المزيد من التدابير الأمنية المطبقة، فالمشروع في حد ذاته يستغرق وقتا. هناك الكثير من التفاصيل في هذا المشروع. روسيا ومصر تعملان عن قرب في هذا الإطار. ربما يكون هناك بعض التأخير، ولكننا نأمل أن بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن نأمل بعد هذه الأزمة نستطيع من تسريع وتيرة تشييد المحطة النووية. ربما يا سعادة السفير تحتاج القاهرة من موسكو، ربما تحتاج منها سلاحا، ربما تحتاج منها دعما اقتصاديا، ربما تحتاج منها مساندة سياسية دولية. ما الذي تحتاجه موسكو من القاهرة؟ كما قلت، نحن شركاء استراتيجيون مع مصر، ونعمل عن قرب مع بعضنا البعض في العديد من القضايا الإقليمية. نتشارك نفس المنهجيات تجاه المشاكل الدولية، ونتحدث عن ليبيا. نحن نتفهم بشكل كامل المخاوف المصرية بشأن أمنها القومي، وأيضا بالحديث عن الوضع الخاصة بسد النهضة. نتفهم تماما المخاوف المصرية بشأن مياه نهر النيل. وأيضا في القضايا الأخرى هناك تقارب وهناك منهجيات متماثلة إلى حد كبير، ونتعاون عن قرب ونطور هذا التنسيق بين روسيا ومصر باستمرار. إذا ما اضطرت يا سعادة السفير القاهرة، إذا ما اضطرت إلى عمل عسكري في ليبيا لتأمين أمنها القومي، ماذا سيكون موقف موسكو؟
كما قلت، نحن نتفهم المخاوف المصرية بشأن الأمن القومي لبلدكم، ونؤمن أن هذا حق سيادي لمصر بأن تحمي حدودها وتحمي أمنها القومي. ونعرف أن الرئيس السيسي قال بأن مدينة سرت ومدينة الجفرة هي خطوط حمراء، ونعتقد بأن هناك إمكانية لتسوية النزاع في ليبيا بسبل سلمية بدون حروب وأعمال عدائية جديدة. نعمل عن قرب مع كل الأطراف في الصراع في ليبيا، وموسكو تحاول أن تتبنى سياسة متوازنة فيما مع الخاص في الحكومة الوفاق في طرابلس والبرلمان في تبروك والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر. كل هذه القوى تزورنا بشكل متكرر في موسكو، ونحن استضفنا رئيس البرلمان الليبي السيد عقيلة صالح، وتحدثنا مع وزير الخارجية للحكومة الوفاق، وفي نفس الوقت نعم بشكل مكثف مع الشركاء الأتراك في يوليو، وقمنا بمشاورات بين روسيا وتركيا، وأيضا الوفد الروسي كان يحاول إقناع الشركاء في تركيا بأهمية وقف مستقر لإطلاق النار في ليبيا، والتأكيد على أن هذه النقطة مهمة، وقف إطلاق النار في هذه الأجواء بدون نقل لقوات، لأن حكومة الوفاق تقول بأن الجيش الليبي ينبغي أن ينسحب إلى الشرق، ونحن نقول بأن كل القوى ينبغي أن تقف في خطوط التماس الحالية ولا تتحرك إلى أي مكان، الكل يقف كما هو الحال عليه الآن. ولكن إذا ما اضطرت يا سعادة السفير، وهنا يعني في إجابتك أنت قلت أتفهم أو روسيا تتفهم، إذا ما اضطرت القاهرة إلى الحفاظ على أمنها القومي بعمل عسكري في ليبيا، ماذا سيكون موقف موسكو؟ سوف نرى، من الصعب التنبؤ بما سيحدث، ولكن كما قلت من قبل نحن لاحظنا موقف مصر فيما يتعلق بالجفرة والخطوط الحمراء في ليبيا. تحدثنا مع الأطراف في بني غازي وفي أنقرة والعديد من الأطراف بضرورة الابتعاد عن أي أعمال عدائية، ولا ينبغي على أي طرف أن يشن هجمات على مدينتي سرت والجفرة. وننقل هذه رسالة إلى الشركاء، وبالفعل نقلناها منذ شهرين إلى شركائنا في تركيا، بألا يكون هناك أعمال عدائية في الخطوط الأمامية في ليبيا منذ ذلك الحين، ونأمل بأن نتمكن من إقناع الشركاء في ليبيا في طرابلس بأن هذا الحل هو الأفضل للجميع، الوصول إلى حل سلمي، وأن نواصل المشاورات مع تركيا. وخلال الأيام المقبلة أيضا ستكون هناك جولة جديدة من المشاورات في موسكو. سعادة السفير، ذكرت أيضا دعم روسيا الواضح لمصر في أزمة سد النهضة. طيب، إذا ما احتاجت القاهرة تصويتا في مجلس الأمن لتحفظ حقوقها المائية، ماذا سيكون رأي موسكو؟ كما قلت، نحن نؤمن بأن هذه القضية ينبغي حلها بالطرق السلمية، ونعتقد أن مصر والسودان وإثيوبيا
هي دول الجوار، وفي الغد وبعد الغد وبعد عام وبعد 100 عام كل هذه الدول ينبغي أن تعيش إلى جوار بعضها البعض، ولا بد من البحث عن حل يسمح لكل الأطراف بأن تعمل على تطوير اقتصادها والطاقة، وفي نفس الوقت تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى. على سبيل المثال المخاوف المصرية، النيل يمثل أهمية خاصة وكبيرة لمصر، وهي مسألة وجود بالنسبة لمصر. نحن نرى بأن هذه المشكلة صعبة للغاية، والمسألة ليس الأمم المتحدة أو مجلس الأمن فقط قادرون على حل مشاكل كل دول العالم، لابد على هذه الدول أن تبحث عن حلول سلمية من أجل العيش كدول جوار جيدة ومتعايشة. إلى أي مدى تلحظون تعنتا إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة يا سعادة السفير؟ نحن لدينا علاقات جيدة مع مصر ومع إثيوبيا. وزير الخارجية الروسي تحدث في مناسبات عدة مع نظيره الإثيوبي، وأشار بأنه من الضروري البحث عن حل يمكن أن يكون نافعا للطرفين، ونؤمن بأن إثيوبيا لديها الحق لتطوير اقتصادها والطاقة والصناعة لديها. وفي نفس الوقت كما أشرت من قبل، من المهم للغاية أن شركائنا في إثيوبيا وأصدقائنا يأخذون في الاعتبار مخاوف المصريين ومخاوف شركائنا وأصدقائنا في مصر. 5 سنوات يا سعادة السفير ولم تعد السياحة الروسية كما كانت عليه قبل 2015، متى ستعود؟ نحن نعمل على هذه المشكلة. ربما تتذكرون قبل 2015 كان هناك أكثر من 3 ملايين سائح روسي في كل عام في مصر، ومن سوء الحظ تتذكرون في أكتوبر، في 31 من أكتوبر 2015 كانت الطائرة الروسية ضحية لحادث إرهابي في شبه الجزيرة سيناء. منذ ذلك الحين المخاوف الأمنية محل اهتمام لدى البلدين. نعمل على حماية وتوفير الحماية الكاملة للسائحين الروسيين في مصر. هذا الهجوم الإرهابي في 2015 حدث بعد شهرين من بدء العمليات الروسية في سوريا. هذه العمليات لا تزال قائمة، ونحن نحاول تقديم المساعدة للحكومة السورية في مكافحتها للإرهاب في بلدها. ولذلك فإن خطر الإرهاب ضد المواطنين الروسيين لا يزال قائما، وهو قائم على طوال هذه الفترة. وكما تتذكرون إن مصر نفسها تجري عمليات لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء. لذلك فإن الوكالات الأمنية من روسيا ومن مصر تعمل سويا من أجل البحث عن طرق للوصول إلى حماية 100% للسائحين الروسيين في مصر. ونأمل
أن تصل السياحة الروسية إلى حد السفر بشكل مباشر من مختلف المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ، لأن الشعب الروسي يحب مصر كثيرا ويريدون العودة إلى مصر. الكثير منهم يأتون إلى مصر من دول أخرى، ونحن نؤمن بأن في وقت قريب ستكون هناك رحلات مباشرة من روسيا إلى مصر. ربما يا سعادة السفير النخبة المصرية ربما لديها يعني تخوفات من تأخر مشروع الضبعة، من تأخر عودة السياحة الروسية، من تأخر مشروع المنطقة الصناعية في بورسعيد. هل هناك تسييس لهذه الملفات؟ على الإطلاق إطلاقا نحن لا نرى أي من الجوانب السياسية في هذه الملفات. المحطة النووية في الضبعة هذه مشكلة فنية بحتة خاصة بالسلامة النووية بالنسبة للمنطقة الروسية الصناعية في قناة السويس. هذه مشكلة اقتصادية، هناك قضايا لم يتم تسويتها قبل أن تستعد الشركات الروسية لأن تأتي إلى هذه المنطقة وتبدأ في الإنتاج فعليا. هذه مشاكل اقتصادية بحتة بالنسبة للسياحة، هي مشكلة متعلقة بمكافحة الإرهاب. نريد أن نتأكد من أنه ليس هناك أي إمكانية لتفجير أي طائرة روسية على الأراضي المصرية في أي وقت وفي أي مكان. أنا على ثقة بأن شركائنا من مصر يبذلون ما في وسعهم، ولذلك قلت بأن الوكالات الأمنية تعمل مع بعضها البعض لحل هذه الأمور. ذكرت لنا أيضا يا سعادة السفير أن ربما روسيا طلبت من تركيا أن توقف نقل المسلحين إلى الأراضي الليبية، لكن تركيا النظام الحاكم هناك حاليا يعتمد كثيرا على الجماعات المتأسلمة. إلى أي مدى تنزعج موسكو من هذا الأمر؟ نحن نعرف أن هناك جنود أتراك في ليبيا بشكل رسمي، فهناك اتفاق مع حكومة الوفاق وهي معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وحكومة الوفاق لديها مساهمة في الأمم المتحدة، لديها كرسي في الأمم المتحدة وأيضا في الجامعة العربية، وتركيا تنسق وضعها مع حكومة الوفاق في طرابلس. نحن نعرف أن هناك مقاتلون متطرفون بالفعل موجودون في ليبيا، ونأمل بعدم نقلهم، لأنه إذا ما تم نقلهم من طرف أو من دولة أخرى فهناك مخاوف فعلية بشأن وجود هؤلاء المجموعات المتطرفة في ليبيا، لأنهم يهددون أمن مصر، يهددون أمن روسيا، ولذلك فنحن نؤمن بأن هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين تم نقلهم إلى ليبيا لابد أن يغادروا البلاد حتى يتسنى لنا أن نحقق حلا سلميا، وأن تكون هذه البلد مرة أخرى لها سيادة وتكون موحدة. هل هناك من ينزعج يا سعادة السفير من طيب العلاقات الروسية المصرية من هذا التعاون؟ هذا التعاون هل يقلق دولا ما؟
أعتقد بادئ ذي بدء أن هذه قضية ثنائية تعتمد على تطويرنا لهذه العلاقات. ربما يكون لدى بعض البلدان والتي لا تحب محاولات لتعزيز وتوطيد علاقاتنا وتعاوننا، ولكن أنا أؤمن بأن تعاوننا يعتمد على ما نقوم به من مساعي للتعاون فيما بيننا. نحن نستطيع أن نقوم بذلك، وروسيا بالفعل تريد أن تكون شريكا حقيقيا لمصر. سعادة السفير جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، كنت معنا من القاهرة، فشكرا جزيلا لك.